أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم مليون حكاية. ويتحدث لكم سامي المرسي اليوم عن أقوى عملة في العالم وهي الدولار الأمريكي. نشأت ورحلة ظهور الدولار، مر الدولار بمراحل كثيرة حتى تصارف الأسواق واعتماده كعملة قوية. لم تظهر العملة الخضراء في يوم وليلة، بل كان وراء ظهورها عمل وجهد كبير استمر هذا العمل لأكثر من 1000 عام. فبدأت القصة عندما هاجر الكثير من المستعمرين الأوروبيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1820، وجاء المستوطنون ومعهم الذهب وبعض من العملات الإنجليزية. خلال وقت قصير نفذ منهم المال. مع مرور الوقت اكتشف المستوطنون أهمية الصدف الرمزية للسكان الأصليين، واستطاعوا إبدال الصدف والمقايضة مع السكان الأصليين مقابل الطعام. وازدادت أهمية المقايضة وتبلغ السلع بين المستوطنين وبين بعضهم البعض، وبدأوا استخدام سلع مختلفة للمقايضة، واختلفت أشكال المقايضة من مكان إلى آخر. في المنطقة الشمالية صاروا يتبادلون أو يستخدمون حبوب الذرة والأسماك، وفي المنطقة الجنوبية كانوا يحبون المقايضة مقابل التبغ. واستمر هذا الوضع حتى وصل استخدام بعض السلع كنقود رسمية. ومع استمرار الوقت أدى عدم استقرار قيمة التبغ، وكان سعر السلع يختلف عند التبغ مقارنة بالعملات الصعبة مثل الذهب والفضة والنقود الورقية. بسبب رفض السلطات البريطانية تصدير العملات الصعبة زي الذهب والفضة، قاموا بمنع المستعمرين سك العملات الخاصة بهم بالرغم من الوضع الاقتصادي الغير مستقر وزيادة الأعباء الضريبية وتشديد الصفات الإنجليزية. تمت المقاطعة مع الجانب البريطاني، وعند ذلك ظهرت أصوات حرة في أمريكا تطالب الاستقلال عن أوروبا والمطالبة طبع عملات خاصة بهم. وتم الإعلان عن الاستقلال عام 1776 بعد حروب طويلة وصعبة ومكلفة على الاقتصاد مع الجانب البريطاني. وحاول المؤسسون بتوحيد النظام المالي لدفع تكلفة الحرب. وفي عام 1985، وخلال عدم استقرار الوضع الاقتصادي في العالم، استطاع المجلس القاري في نيويورك إصدار عملة الدولار في اليوم السادس من شهر يوليو، وأصدر الكونجرس الأمريكي قرار يوضح فيه أن يكون نظام الدولار عشريا، ليكون سعر الدولار أو قيمته 100 سنت. وحدثت خلافات بين أعضاء الكونجرس أدت إلى تأخير سك العملة مرورا بعام 1992. وشكل الدولار على 3 أشكال، ومنها الذهب والفضة والنحاس. تم اعتماد الدولار ليكون العملة الرسمية لأمريكا في نفس اليوم، ولم يأخذ حتى 4 أيام الاعتماد ليشهد العالم على ولادة عملة جديدة. عام 1862 استطاعت الخزانة الأمريكية طبع الدولار بهيئته الأخيرة وهي الورقة الخضراء خلال منتصف الحرب الأهلية، وتكون حينها الدولار من لونين بصعوبة تزويرها وهي السوداء والخضراء. قدر القدرة المالية وقتها 461 مليون دولار في نهاية الحرب الأهلية، ومن هنا تمكن الدولار من السيطرة على الاقتصاد العالمي. السيطرة الورقية للدولار على باقي العملات بعد قيام أمريكا بطباعة الدولار، لم يكن هناك غطاء كاف من الذهب استبدال العملة الورقية. في عام 1879 شهد الاقتصاد الأمريكي أكبر موجة تضخم، فخسرت خلالها العملة الخضراء جزء كبير من قيمتها. تم إصدار قرار بتخطيط الدولار بالذهب. عملا بهذا القرار خفض التضخم والقيام بانتعاش الاقتصاد. بعد 5 عقود مر بها الاقتصاد الامريكي، دخل الاقتصاد في حالة من الركود لم تمر على امريكا قبل. وبدأت هذه الموجة بما يعرف بالكساد العظيم، واستمرت هذه الموجة لسنوات طويلة. وترتب على ذلك الغاء الرئيس الامريكي تغطية الدولار بالذهب، وكان حينها الرئيس الراحل فرانكلين روزفلت عام 1933. وفي عام 1944 قامت امريكا عقد مؤتمر بحضور 44 دولة، واستمر هذا المؤتمر لمدة تتراوح بين 22 يوما، ويعرف المؤتمر باسم بريتون وودز، بإنشاء نظام عالمي جديد ترتب عليه ظهور أو إنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ومن خلال هذه الإجراءات ونشأت المؤسسات المالية، كانت هذه البداية لظهور وهيمنة العملة الخضراء على الاقتصاد العالمي. وصار الدولار ليس بعملة محلية فقط، بل أصبح
عملة عالمية. أيضا وكانت من فوائد مؤتمر وودز قامت منظمة التجارة العالمية، وتم الاتفاق وتطبيق الشروط وبعض من القيود، صار الدولار مرجع أساسي لباقي العملات الأخرى، وتحدث سعر العملات مقارنة بقيمة الدولار، مما جعل 44 دولة ترجع إلى الدولار للقيام بتحديد قيمة العملة الخاصة بها. في ذلك الوقت كان الدولار العملة الوحيدة التي كانت مغطاة بالذهب على عكس العملات الأخرى، وكانت تمتلك أمريكا 75% من الذهب بالنسبة للعالم، وعمل الكثير من الدول حول العالم بتجميع الدولار تجاهه بالذهب، ومن هنا هيمن الدولار على العالم. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا.